متابعي قناة الفاس بريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة هذه غنتناقشوا في الموضوع ونناقشوا الموضوع اللي يتعلق بالنقل والتنقل بمناسبة عيد الأضحى، وهذيك الفوضى اللي تتعرفها المحطة الطرقية أولا الزيان، وكيفاش خصنا نتفاداو يعني السيناريو اللي تتعرفوا المحطة الطرقية أولا الزيان كل مناسبة عيد الأضحى، حيث تعرف المحطة كما قلت فوضى عارمة على مستوى حركة النقل والتنقل. من أجل مناقشة القضية دي نستضيف السي يونس بولاقة، رئيس الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب. سيونس مرحبا بك. مرحبا وشكرا على الاستضافة. سيونس، اولا شنو الاستعدادات داخل المحطة والاستعدادات ديالكم نتوما اللي نتوما تخدموا في هذا الشيء تاع النقل والتنقل من اجل يعني تكون عدم السقوط في فخ هذيك الفوضى اللي تتعرفها المحطة كل عيد اضحى؟ هو بالفعل الاستعدادات كتكون كباقي الاعياد ديال عيد الاضحى اللي كنقوموا بها دي مدة طويلة عدة سنين، كتكون تهيئة ديال الحافلات، واحد الحملة التحسيسية اللي كتكون للسائقين من أجل من أجل يحضروا نفسهم لهاد السفريات. وبالنسبة للرخص الاستثنائية كذلك كنناقشوها مع مسؤولين على القطاع ديال نقل طرق المسافرين في شخص وزارة النقل واللوجستيك. كاين كذا استعدادات من مع الناس ديال عمالة الفيدا درب سلطان في شخص السيد العامل، كيكون واحد التنسيق من أجل باش تدوز هاد المسألة في واحد الظروف جد حسنة، وباش المسافر يكون عنده جميع الوسائل الراحة وفي أثناء التنقل وقبل التنقل. قلت لي السيدات يعني كانت سنوات طويلة ولكن دائما تنشدوا هاد المشاكل اللي تتعرف حركة التنقل داخل هاد المحطة هذه، علاش شنو هو المشكل؟ انت تمشي تنزل هاد القرارات وشنو فين كاين المشكل؟ لا، اولا كتعرفوا بان المحطة الطرقية ولا الزيان هي كتعيش عدة إكراهات منذ كوفيد ومنذ رحيل الشركة المنظمة لها. اليوم تسير كاين طرف الجامعة الحضرية اللي ما عندهاش دراية أو ما عندهاش طريقة تسير اللي هي معقلانة. مؤخرا كان عندنا اتصال مع الناس ديال الولاية، وبالفعل فالمحطة اللي تخصت لها واحد الميزانية واحد القيمة كبيرة من أجل تقريبا واحد 6 مليار و700 مليون من أجل إعادة تأهيلها، وفعلا تعطتنا ضمانات من عند السيد الوالي شخصيا اللي أكد لنا بأن المحطة غادي تكون في مستوى عالي بعد إعادة تأهيلها، ويكون تسير ديالها من طرف شركة خاصة بقطاع النقل اللي غتحرص على التسير ديالها، لا من المكاتب لا من طريقة ولوج الحافلات، عدة أشياء اللي هي كتنقص المحطة الطرقية. شوف، غير البعض غيقول بأن هذا إهدار المال، لأن أن المحطة استفدت مجموعة من عملية التأهيل، ولكن هي الوجود ديالها في هذه المنطقة هو اللي خالق الإشكال. لا أعتقد سي أحمد، لأن شوف كاين إكراهات، المحطة فيها تسيب، فيها عدة وسطاء عشوائيين، فيها حافلات كتقوم بحمل ركاب بجنبات المحطة. هاد المسائل كلها خصها تاخذ فيها قرارات بعد التأهيل، لأن كما كتعرف المواطن اليوم أصبح كيعيش عصر السرعة. المواطن ما خصوش يجي للحافله ويبقى فيها ساعتين وثلاثه عاد يتم التنقيل ديالو. الان هذه المساله بعد ان شاء الله بعد اعاده تاهيل المحطه، حنا كنحرصوا على هذه المسائل الثانويه اللي كتكون جنبات المحطه، وقوف الحافلات بجنبات المحطه، الوسطاء تكون واحد البيت واللي تخدع الكترونيا، ما نبقاوش حنا نقطعوا يدويا الوراق. المساله يجب ان، ومن هذا المنبر كنحط المسافرين باش يتجهوا للشبابيك. هذه من ضمن الخطه ديالنا اللي درسناها قبل قدوم عيد الاضحى. يعني خاص تاخذ التذكره مباشره كما الشباك، ما تمشيش عند هذاك الكرسيه ولا الوسطاء، لانه عندك شبابيك، كل شباك عنده الاتجاه ديالو، تختار الاتجاه ديالك ومن بعد تاخذ الوريقه ديالك وتتجه للحافله ديالك. شحال تقريبا عدد المسافرين اللي تنتقلوا من المحطه الطرقيه في هذه المناسبه؟ في هذه المناسبه هي مؤخرا كيف ما كيخفاش عليكم، هذه تقريبا هذه مده 5 سنوات مع ديك المساله ديال كوفيد بدا كيضاءل النسبه ديال المسافرين لعده اسباب، منها اجتماعيه اولا، كتعرفوا دابا الناس كاين هذا الغلاء ديال
ديال الاكباش، كاين الوقت الضئيل ديال العطله اللي كتعرفوا يوم الخميس المقبل غيكون الدخول المدرسي وغتستأنف الدراسه غيستأنف العمل كذلك، يعني كاين واحد الوقت قليل. شكون دابا اللي باقي كيسافر في الحافلات؟ هما الناس اصحاب المسافات الطويله، طان طان كذا الى اخره. هاد الناس يمكن لهم كيريحوا واحد الشهر او شهر ونص عاد كيتم الرجوع ديالهم. اما بالنسبه للسفريات اللي هي في خطوط قصيره ومتوسطه فهي ضاله بنسبه كبيره، تقريبا شحال نسبه 80%، لان كنعرفوا عيد الاضحى في الوقت اللي كان عيد الاضحى كانوا الحافلات كيشتغلوا قبل بشهر او شهرين. دابا حتى الطرق الى التجهيز راه تبقى فارغه. قلت لك كاين عدة أسباب، منها أسباب اجتماعية، منها أسباب حتى الولوج للمحطة والطريقة اللي كيتعامل بها المسافر داخل المحطة ما خلاتوش يبقى يتوجه المحطة ولا كيمشي لوسائل النقل أخرى منها بديلة، لأن دابا كاين عدة وسائل. يمكن كيمشي مع خطاف كان له أحسن، كيمشي مع فتران، كيمشي في بزاف الوسائل، في الطاكسي. هذا اللي خلى صراحة باش نكونوا واضحين، إلا ما تعادش تأهلت المحطة ورجعت بمواصفات كما المحطة تقريبا ديال مدينة الرباط، راه المواطن والمسافر ما عمرو غادي يرجع للمحطة الطرقية. واش تعتقد السقف الزمني لتأهيل هذه المحطة هذه؟ لا باش نكونوا صريحين، لحد الساعة الميزانية كاينة، النية كاينة، التصور كاين، التصور هناك، تصور لإعادة كيفاش تكون؟ الوقت المدة الزمنية ولا امتى سوف تبتدئ الاشغال باقي لا تصور كيفاش تدخل المحطة، واش تغيير المعالم ديالها ولا غير ما هو اداري ما هو لا لا سوف يتم تغييرها بصفة تقريبا جذرية لمن ليكي ديال الحافلات، طريقة الولوج، الشبابيك اللي غتولي ان شاء الله الكترونيه، لان تقريبا دابا كاين 32 شباك، حنا محتاجين 32 شباك، يمكن 5 ولا 6 شبابيك يمكن يسدوا الخصص وياخذوا الاتجاهات، والتسيير غيكون طرف شركه، غيكون واحد الباهو، غيكون مسال ديال الاستقبال، اعاده هيكله داك الحرس الخاص، دوك لا سيكوريتي غتكون ان شاء الله في المستوى العالي، التلفاز اللي غتكون على جميع المحطات اللي كتشير الاتجاهات، ارشاد كتشير الاتجاهات الى عده مسائل. خاصه كاين نموذج، النموذج محط في الرباط راه يعني تقريبا تقريبا ممكن نستلهموا منه. حنا كنتمناو ولكن حنا كنلحوا نفس الوقت باش تكون تقريبا بمواصفات جد مشابهه للمحطه الطرقيه ديال الرباط. الحمد لله الحمد لله اليومين هذا خدات واحد المسار اللي هو في المستوى وتشتغل، رغم بعض المشاكل ولكن يمكن معالجتها قبل فوات الاوان. حنا كنتمناو الدار البيضاء والحمد لله اليوم تسير مع قدوم السيد الوالي الجديد، اصبح تسيرا معقلانا، هذا ملحوظ ولاحظوا جميع البيضاويين. كنتمناو وماشي كنتمناو، نحن لولح على المحطه الطرقيه ولاد زيان باش ترجع واحد واحد عندها واحد القيمه كبيره، وتا المسافر المغربي واللي يتجه لها بارتياح من اجل الصفر. رجعوا للتنقل داخل بمناسبه عيد الاضحى، شحال تاع الرخص الاستثنائيه اللي تتعطى في هذا؟ وهي تقريبا كتعطى مؤخرا لم تبقاش كتفاوت بين 1000 و 1500 رخصه استثنائيه. كنسهروا على هذه المساله مباشره لا من الاخوان السيد المفتش ديال قطاع النقل اللي مشكور من هذا المنبر لانه كيصار معنا 24 ساعه على 24 ساعه، كنقوموا بمراقبه الحافلات من الناس ديال المراقبه الطرقيه اللي كتراقب ان تشيك ليست اللي كتعرفوا بان الحافلات العجلات ديالها في المستوى، الفخيناج، لي سانتور سيكوريتي، المشار، قياس السرعه الى اخره. ومن بعد كيلتجا السيد المفتش باش ياخذ الترخيص ديالو فين عندنا الخصاص. الاتجاه كيفاش تسمى هذه العمليه باش تعرفوا الخصاص؟ الخصاص هو ملي كيكون الحافلات اللي غادي لواحد الاتجاه ديال واحد المسافه متوسطه او طويله، وكتكون الحافلات اللي في ذاك الاتجاه كلها خارجه عندنا، دونك المسافر كيتكاثر داخل المحطه الطرقيه، كنضطروا باش نجيبوا حافلات اخرى من اتجاهات اخرى اللي كتكون عندها نقصان في الخصاص في المسارات ديالها، وكتتم مراقبتها من طرف الناس ديال المراقبه، ومن بعد كياخذ الترخيص ديالو بعد ما كيكونوا الركاب جالسين داخل الحافله. وكيفاش تعرفوا الاتجاه اللي عليه الاقبال؟ لا حسب الطلب، لان المسافر يطلب مثلا غادي لواحد الاتجاه
وكنا دايره تقريبا واحد سنوات والناس يتنقلوا يعني خاص يكون عندكم تعرفوا التوجه فين كاين، فين كاين الاقبال، واش جيت مراكش جيت ورزازات تقريبا لا هو الاقبال غالبا كيكون جيت مراكش جيت شي شاوة قبل يومين او في اليوم الاخير قبل العيد كيكون الاتجاه ديال منطقه الدكالة عبدة، هادو هما الاتجاهات تقريبا اللي كيكون فيها الخصص. اما بالنسبه للمسافات الطويله فيتم هما كنديروا واحد العمليه استباقيه مع ارباب النقل باش كيبداو يوجدوا لهم لي بي ديالهم باسبوع او 10 ايام قبل، والناس كتوجه باش كتاخذ الوريقات ديالها وكتمشي في امان الله. نتي ان الاقبال على السفر داخل في المناسبه الاضحى ولا قليل مقارنه مع السنوات الماضيه، هادشي اللي خلى الرخص على الاستثناء تتكون قليله حتى هي. أكيد, اكيد 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 لان دابا كما عرفتي ولات عده انماط ديال النقل. انا بحكم التجربه ديالي والميدانيه دابا كاين الناس بعض المسافرين اللي ولاو كيمشيو مع الطاكسي ومع الخطاف، الخطاف دابا كيهزو من باب دارو وكيحطو في باب دارو، يعني بعض الوسائل النقل الاخرى اللي ولات دابا بالتطبيقات والتطبيقات اكيد والتطبيقات وزائد حتى الناس دارت السيارات ديالها كما كتعرفوا دابا الجميع ولات عنده السياره ديالو. وناهيك على كاين واحد المساله اللي مهمه هي ان الوقت ضيق ديال عيد الاضحى، العطله هي جد قصيره لان كما كتعرفوا باقي الموسم الدراسي لم ينتهي. تكون الفرق ما بين الا جا عيد الاضحى في العطله مثلا شي عطله وتيجي في اي عطله او ما كتكونش الدراسه كتكون انتهت الدراسه انا ذاك كيكون السفر عليه طالب لان الناس كتمشي تجلس مده طويله شهر او 15 يوم الى اخره. دابا كما كتعرفوا الاغلبيه ديال الناس تقريبا غيعيدوا في البيوت ديالهم في المدن الكبرى. علاش هادشي؟ لان الوليدات اولا باقي ما سالوش الدراسه ديالهم، ثانيا حتى العمل هناك عطله جد قصيره كما سبق لي وقلت لك راه يوم الخميس المقبل غيكون في العمل والدراسه في نفس الوقت وكيتسناو نتائج ديال البكالوريا الى اخره. هذه كلها عوامل خلات بان هذا العام بالضبط غادي يكون عمليه ديال السفر غتكون جد ضئيله. واخا كسؤال اخير، كيفاش تتم عمليه التنسيق مع الحصول على هذه الرخص الاستثناء؟ شكون اللي تيطلبها؟ واش تطلبوها ولا تتعطى لكم ولا؟ لا حسب الخصاص كيكون هناك السائق والمساعد ديالو كيكون عند كما قلت لك ملي كيبان له الخصاص خصو اولا الحافله تكون عامره بالمسافرين. انا ذاك كيجي السيد المفتش يراقب الحافله وكيتاكد من ان الناس غادي لهذاك الاتجاه، ومن بعد كيقوم بترخيصه ذهابا اللي غادي يمشي عامر وايابا غادي يرجع خاوي. وهنا هذه نقطه مهمه بغيت نشير لها لان مادام كيكون الاياب فارغا فهنايا بتنسيق مع السلطات ومع وزاره النقل واللوجستيك كتكون واحد الزياده في حدود بالنسبه بين 20 حسب المسافه بين 20% حتى 30%. هذا هو السؤال، هذا ضروري نهضروا على السؤال. الناس يتشكاو تيقول بان التذاكر تتزاد فيها بطريقه غريبه وكذا، وهادشي ماشي معقول وماشي قانوني. كاين اللي تيحتج على القضيه تاع الزياده في اسعار تاع التذاكر خلال المناسبات. واخا انا غنعاود ناكد لك هاد المسالتين، امتى كتكون الزياده؟ لان ملي كناخذ واحد الرخصه استثنائيه كنفرضوا على هذاك رب الحافله او على هذاك السائق باش تكون عنده العوده فارغه. هنا كنثبتوا هاد المساله بين 20 حتى 30% بتنسيق كما قلت لك مع الوزاره الوصيه وكذا مع الناس ديال عماله الفداد بالسلطان. هذا كيصبح مرخص هذه الزياده في الرخص الاستثنائيه. ثانيا انا اللي بغيت نرجعوا للمساله التنظيميه، المحطه الطرقيه لحد الساعه تعيش العشوائيه. هناك بعض الوسطاء اللي كيدخلوا وكيزيدوا على الناس في التذاكر وصاحب الحافله كياخذ الثمن ديال الحقيقي وذاك الفرق كياخذ ذاك. احنا هنا علاش كنقولوا اعاده تاهيل المحطه وإعفائها من الوسطاء واتجاه المواطنين أو المسافرين إلى الشبابيك باش ياخذ بالثمن ديال التذكرة. كاين واحد المسألة تاهي أخرى نشير لها بأن طيلة السنة هاد الحافلات ما كتشتغلش بالطريفة ديالها، كتشتغل بطريفة أقل. لأن دابا إذا مشيت يا سي أحمد في وسط السنة وبغيتي تمشي لأكادير اللي هو الطاريف ديالو 130 درهم تقدر تمشي غير ب 50 درهم ولا 60 درهم. المواطن هنا فاش كيجي كيصحاب واش باكادير راه نيت هذاك الثمن الحقيقي ديال 50 او 60 درهم كيسمع 130 درهم كيقول لك زادوا عليا. هاد المسائل كلها يجب ان تراجع
ومستقبلا عند تاهيل المحطه والشباك الوحيد وكذا والى اخره غادي نتفاداو هذه المساله. خاص التذكيره ثمن التذكيره على طول العام على طول السنه ورب الحافله خصو يتحمل المسؤوليه ديالو لان خصو يهز بلا طاريف ديالو اوتوماتيكمون ولو يتاجر ب 10 مسافرين ب 20 لان ملي كتنقص من الطريفه من اجل الله يكون في العون حنا ما كنلومهمش هاد المهنيين ولكن حتى هما راه عندهم مسؤوليات عندهم اكراهات عندهم مصاريف الى اخره كيضطروا باش يمشيو باقل ثمن. عندي واحد النقطه كنشير لها بان المسافر يتجه للشباك يتجه للشباك واخذ ورقه والى الشباك لقى فيه شي مشكل ديال الزياده فهنا كاين الناس ديال المراقبه ديال الاسعار اللي هما كيجيو من العمل ديال الفداء يراقبون يعني ديك الساعه غادي يتجه للشباك وغتخط في فحقه جزر او ما يشابه ذلك وغادي السيد يمشي بالثمن ديالو ترجع. اما لان كنقطع عند واحد باقي ما دخلتش المحطه وكنمشي للحافله وكيزيد عليا دونك هنا كاين العشوائيه وهذا ما نتمنى اصلاحه مستقبلا بعد تاهيل المحطه الطرقيه ان شاء الله. شكرا جزيلا سيدي مطبلاق وعيد مبارك سعيد. عيد مبارك سعيد لكم متتبعي قناه انفاسبريس والى اللقاء في حلقه مقبله ان شاء الله من برنامج كازا سيتي.